صباح الأنوار الزميل الحسن، تحايا الصباح العطرة لك ولكل المشاهدين الذين يتابعون عبر صباح البلد في تمام العاشرة. دائما على رأس هذه الساعة نقدم لكم جولة من الأخبار المحلية والعالمية، أهلا ومرحبا بكم. شهد السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عقد 220 زيجة جديدة بمحلية الدامر، وذلك في إطار البرنامج الاجتماعي لإحصان الشباب بولاية نهر النيل. وحي البرهان مواطني محلية الدامر مشيدا برجالات الإدارة الأهلية الذين وصفهم بأنهم كانوا وما زالوا صماما لأمام المجتمع بالبلاد. وستظل الإدارة الأهلية العمود الفقري في المحافظة على العدالة والتقاليد السودانية الأصيلة. وشدد رئيس مجلس السيادة على القيام بواجبهم في قيادة البلاد والقوات المسلحة حيال دعم وتطوير الإنتاج الزراعي بالمنطقة، ووعد بمتابعة جهود حكومة الولاية في استخدام نظام الطاقة الشمسية في المزارع بدلا عن استخدام الطاقة الكهربائية لتخفيف تكاليف الإنتاج. وقال البرهان إنهم في قيادة البلاد ليست لديهم أطماع سياسية تحركهم ولا يسعون لخوض الانتخابات، لكنهم مهمومون بشؤون ومصالح مواطني كل السودان ويسعون لحلحلتها بتجرد. ووعد ببذل كل جهد ممكن لهذه الغاية بإمكانيات البلاد والقوات المسلحة. أكد رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سيلفا كير مياردات أهمية تحقيق السلام والأمن والاستقرار في السودان لارتباطه بأمن واستقرار دولة جنوب السودان والإقليم. جاء ذلك عقب لقائه بمكتبه بأمانة الحكومة بجوبا يوم أمس عضو مجلس السيادة الانتقالي رئيس الوفد الحكومي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي ومالك عقار وحاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي، وبحضور مستشار الرئيس سيلفا للشؤون الأمنية السيد الفريق تود جولواك. وقال تود في تصريحات صحفية عقب اللقاء إن الرئيس طالب السودانيين بتجاوز الخلافات السياسية ووضع مستقبل السودان في مقدمة الاهتمامات، وأشار إلى أن الوفد الحكومي قدم تنويرا للرئيس عن مخرجات اجتماعات رؤساء التنظيمات والحركات والتي استمرت لمدة يومين ضمن ورشة تقييم تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان. وأكد سيلفا كير عزم الحكومة السودانية المضي قدما في تنفيذ اتفاق جوبا للسلام رغم التحديات والعقبات التي تواجه إنزال بعض بنوده إلى أرض الواقع. رأس السيد السفير علي الصادق علي وزير الخارجية المكلف يوم أمس اجتماع الدورة الثالثة للجنة رفيعة المستوى للخطط الوطنية لحماية الأطفال ومنع الانتهاكات في حالات النزاعات المسلحة وسط حضور مشهود من عضوية اللجنة. واستعرضت اللجنة ما تم من أعمال في العام المنصرم، حيث اختتمت ببعض التوصيات لتجويد أعمال اللجنة للفترة المقبلة. فيما أشاد السيد الأمين العام مجلس رعاية الطفولة الدكتور عبد القادر عبد الله بدور وزارة الخارجية الفاعل والداعم لأعمال اللجنة الفنية واللجنة العليا في إنفاذ خارطة الطريق، كما ثمن الأمين العام دور الشركاء من مختلف المؤسسات الوطنية المعنية في توفير التمويل اللازم. من جانبه أكد وزير الخارجية دعم وزارته الكامل لتنفيذ كافة التزامات السودان الإقليمية والدولية المتعلقة بقضايا حقوق الطفل. وصفت قوى إعلان الحرية والتغيير تصريحات رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وعضو المجلس شمس الدين كباشي الأخيرة لدعوتهما المتكررة للاتفاق بين الحرية والتغيير والكتلة الديمقراطية ودمج قوات الدعم السريع في الجيش بأنها مناورة سياسية. وكان البرهان قد أكد يوم الخميس الماضي بمنطقة الزيدان بنهر النيل أن موافقتهم على الاتفاق الإطاري
تأتي عن قناعة وليس خوفا من تنظيم أو تحالف سياسي، وأن الاتفاق نص بوضوح على دمج الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش. وفي الأسبوع الماضي بولاية جنوب كردفان كان الفريق شمس الدين كباشي قد تحدث أيضا عن ضرورة دمج قوات الدعم السريع في الجيش بجانب حركات الكفاح المسلح، ووصف عضو المجلس المركزي بالحرية والتغيير على أدين نجد تصريحات البرهاني والكباشي بالمناورة السياسية، وأكد أنها تهدف لوضع العراقيل أمام الاتفاق النهائي والضغط على قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي للتراجع عن دعم الاتفاق الإطاري. أعلنت لجنة الوساطة الفراغ من وضع مصفوفة محدثة لاتفاقية جوبا لسلام السودان بعد مداولات للجان الفنية لأطراف السلام والحكومة استمرت لخمسة أيام. وكشف ضي مطوك مقرر لجنة الوساطة عن تشريف رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سيلفا كير ميارديت راعيا للاتفاق ومشاركة الضامنين والشهود، وقال أن الورشة اتبعت منهجية قضت بعرض كافة بروتوكولات الاتفاق ووقفت على العقبات والتحديات التي صاحبت التنفيذ بوضع تصور متكامل لتحديث مصفوفة الاتفاق لرفعها إلى قيادة الاتفاق لإجازتها والتوقيع عليها. وأشارك في الورشة عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن ياسر العطا رئيس وفد الحكومة وأطراف العملية السلمية من الأطراف الإقليمية والدولية. قال فريق خبراء تابع لمجلس الأمن الدولي إن حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور أبرمت اتفاقا مع ميليشيات عربية لإدارة مناجم ذهب بجنوب دارفور. وقدم فريق الخبراء تقريرا إلى لجنة مجلس الأمن في 6 فبراير الجاري. وقال التقرير بحسب سودان تريبيون إن الحركة كانت تستغل منجما للذهب في منطقة دنايا غرب قرقدود بجنوب دارفور، حيث أبرمت هذا الاتفاق مع بعض الميليشيات العربية من قبيلتي الصعدة والحوطية لإدارة المناجم. أكدت الإدارة العامة للتعليم الأساسي بالعاصمة الخرطوم أن امتحانات الفترة الأولى للمدارس الابتدائية ستبدأ صباح غد الأحد 19 فبراير الحالي بولاية الخرطوم. وقالت إن ذلك يأتي بحسب الخطة الدراسية والتي أعلنتها وزارة التربية والتعليم بالولاية وجدول الامتحانات المعلن، وستستمر حتى 25 فبراير. وأعلنت الإدارة العامة أن امتحانات الفترة الأولى للمرحلة المتوسطة تبدأ يوم الثلاثاء 21 فبراير وتستمر حتى يوم 22 من ذات الشهر، ويواجه فيه العام الدراسي مشكلات عديدة وخطر التجميد نتيجة الإضراب والإغلاق الشامل الذي دخل فيه المعلمون منذ نوفمبر الماضي للمطالبة بحقوقهم. وكانت لجنة المعلمين السودانيين قد أعلنت في 10 فبراير الحالي استمرار الإغلاق الشامل اعتبارا من يوم الأحد 12 فبراير وإلى يوم الخميس 16 من ذات الشهر، وهددت بتجميد العام الدراسي حال واصلت وزارة المالية تجاهل مطالبهم. تجاوزت حصيلة قتل الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر 6 فبراير الجاري 45,000 شخصا، مع العثور على ناجين جدد في عدد من الولايات التركية، في حين وجهت الأمم المتحدة نداء لجمع أموال لدعم جهود الحكومة التركية لاحتواء تداعيات الكارثة. ووفقا لآخر البيانات الرسمية فقد بلغ عدد القتلى في تركيا 39,672 شخصا، في حين وصل عددهم في سوريا إلى 5,840 شخصا بعد انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة أو المدمرة، فيما تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في عدد من المناطق.
رياضيا واخيرا، اذ حسم التعادل من دون اهداف نتيجه مباراه المريخ ونظيره الزمالك المصري يوم امس الجمعه ضمن الجوله الثانيه لحساب المجموعه الرابعه من دور المجموعات لابطال افريقيا، ووضع كل فريق نقطه في رصيده. نهايه هذه الجوله الاخباريه مشاهدينا الكرام، اشكركم على طيب المتابعه، والان نعود مجددا الى الحسن ليكمل ما تبقى من هذه الحلقه، وخالص الامنيات لك الحسن ولمشاهديك الكرام بيوم مميز وسعيد. تفضل.